بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في قناة أخبار عاجلة، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء عن مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. بداية عزيزي المشاهد، لو شاهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. يلتقي فريق نادي الزمالك مع فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019، وتقام المباراة في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت المغرب، 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك قد استقر بنسبة كبيرة على مواجهة نهضة بركان بنفس التشكيل الأساسي الذي يعتمد عليه منذ فترة، وعدم إجراء أي تعديلات بخلاف وجود عمر صلاح في مركز حراسة المرمى، وذلك بعد إيقاف محمود جنش وإصابة عماد السيد بكسر في أحد أصابع اليد. ومن المنتظر أن يخوض فريق نادي الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر صلاح في حراسة المرمى، عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمد النجاز في الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز في الوسط الدفاعي، ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو في الوسط الهجومي، وعمر السعيد كمهاجم صريح. ويذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان لحسم الفائز بلقب بطولة الكونفدرالية سيجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجاري. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك معنا في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.